السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله أتمنى لكم كل خير إن شاء الله. تحية للناس تتبع فيها كل أينما كنتم، تحية إليكم. موضوع الفيديو اليوم موضوع مهم جدا، موضوع باش نتكلم على الزواج، الزواج في الغربة، يعني الزواج خارج أرض الوطن سواء كان في أوروبا أو في أي دولة يعني خارج بلادك. المهم فالزواج في الغربة، كثير من الشباب يتزوجوا في الغربة، ولكن للأسف يعني في فئة منهم، ومش كل الناس، كل في فئة منهم يتزوجوا يعني زواج المصلحة. كيف زواج المصلحة؟ يعني يتزوج بأجنبية من أجل الأوراق، من أجل الوثائق، بعد ما يسوي يعني وثائقه، بعد ما يسوي مصلحته يرماها ويقول له خلاص روحي برا. بصراحة الأمر هذا مش موجود كان في أوروبا، موجود حتى في آسيا. أنا عايش في آسيا منذ سنوات، وصارت يعني حالات يعني مش طيبة في ماليزيا. سامحوني، في بعض الشباب تزوج بماليزيا من أجل الوثائق، بعد ما سوى الإقامة في ماليزيا طلب فيزا سياحة هو وزوجته لأوروبا، وبعدين وصل أوروبا رماها برا وخلاص خلاها ومشى على روحه. فبصراحة نصيحتي للشباب اللي يسوي في الفئة هذه المعينة اللي تعمل في الحكايات هذه، نقول لكم اتقوا الله سبحانه وتعالى، وراي مش من الرجل انك تتزوج بامراه وتلوحها وترماها برا من اجل مصلحتك. فقبل ما تتزوج لازم تفكر ان الزواج اللي هو مش لعبه بيدك انت، يعني الزواج هو يعني برنامج يكون بينك وبين زوجتك، برنامج يكون فيه النيه، يكون فيه الاستقرار، يكون فيه يعني باش تاسس اسره، باش تجيب ذريه صالحه. هذا هو الزواج الاصلي، ما تبنيش حياتك على الخطا. الإقامة بإذن الله يسهل لك ربي، وتعمل إقامة بأمور يعني صحيحة بأمور قانونية، من غير ما تلتجأ للأمور الشيطانية هذه إنك تتزوج بامرأة وبعد ترميها برا. فكثير من الشباب للأسف يعني يسوي في الأمر هذا. فئة معينة بالطبع، ما نتكلم عن الناس كل، هذه فئة معينة من الشباب يتزوج يعني زواج المصلحة، وهذا الشيء يعني بصراحة لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي الناس، وليست مش مرجولية بصراحة. نقولها يعني بصراحة مش مرجولية انك تتزوج امرأة من اجل يعني الاوراق في اوروبا او في اي دولة انت عايش فيها وبعدين ترماها برا. نعرف اللي كلام ما هوش باش يعجب كثير من الناس، برشا ناس باش تلومني ومش باش يعجبهم كلامي لاني نقول في الحق، وانتم تعرفوا الحق، مش الناس كل يعني تتقبل الحقيقة. كما تكلمت قبل على الهجرة غير الشرعية عن طريق تركيا، الحرقة من تركيا، تكلمت على الحرقة من تونس، في ناس يعني لاموني قالوا لي كيفاش تتكلم في المواضيع هذه عندك تفشل فينا وكذا. فأنا المبدأ من الفيديوهات اللي نصور فيها، والمبدأ من القناة اللي نصور فيها، اللي هي نقول الحقيقة ونوصل مساج للناس، يعني نقول الحقيقة كما هي، لا نزيد ولا ننقص ولا نجيب أشياء من راسي، نجيب حاجات يعني حقيقية وتصير كل يوم ونتكلم عليها، سواء عجب المشاهدين ما عجبش المشاهدين هذه ماهيش مشكلة بالنسبة لي أنا. المهم في حدود معينة، في منطق معين، نقول الحقيقة كما هي. في ناس باش توافقني وتأيدني في الرأي جزاهم الله خير، وفي كثير من الناس باش يقولوا لي أنت تفشل فينا وأنت مكش عارف أمورنا وكذا وكذا وكذا. بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي، وزواج المصلحة زواج باطل وزواج مبني على الخطأ، وما يباركش في ربي سبحانه، وتصير كثير من المشاكل للإنسان هذا المرتكب بالخطأ هذا، أكيد ربي سبحانه وتعالى باش يعاقبه إذا كان ما يتوبش بالطبع. إذا كان ما يتوبش الإنسان لازم يتوب من الأشياء هذه، وموش حل إنك تتزوج يعني بامرأة تكون مسكينة، عاطية فيك الكونفيونس وعاطية فيك الثقة، ومن بعد يعني تعمل الأوراق وترمها برا. بصراحة يعني كثير من الأوروبيات الأجنبيات يعني ولوا متخوفين من الموضوع هذا، يعني ولوا يعني معشي يقروا فينا الثقة، لأن في كثير من الشباب للأسف يتزوج من أجل مصلحته، يتزوج بامرأة كبيرة في السن أو بسمينة أو مهما كانت حالتها ربي يستر عليها. مانيش يعني نستنقص، يعني مانيش يعني لا الحمد رسول الله، يعني مانيش نستنقص من قيمة الزوجة هذه. كل إنسان يعني ربي يسهل عليه، كل إنسان ربي إن شاء الله يستر. ولكن ما إخواني ما نصحكمش، وإن شاء الله يفيدكم الموضوع هذا وإن شاء الله تسمعوني، وكان عجبكم اعطونا لايك للفيديو. ونعرف اللي برشا ناس مش عجبها الموضوع، ربي يهديهم ان شاء الله وربي يسامحهم، هذه مش مشكلة بالنسبة لي انا، المهم اني نقول الحقيقة وخلاص. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، اعطونا لايك واشتركوا في القناة اذا كان ما كنتوش مشتركين، واكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذا الموضوع، ان اكتبوا لي اسئلة، اكتبوا لي يعني فكرة متاع فيديو لاحق نصوره باذن الله،
اكتبوا لي في التعليقات، نقرأ تعليقاتكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.